اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والمخصص لنشره كوفيد 19 الخاصه بجهه فاس مكناس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، بعد تراجع ملحوظ بعدد الاصابات واللي تسجلت يوم امس زوج الحالات فقط وكانت بمدينه مكناس، اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في واخر تحديث واخر تحصيل في اطار تتبع الوضع الوبائي ببلادنا، الجهه تسجل 36 حاله اصابه مؤكده جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة، ومشاهدينا وبدون تسجيل أي حالة وفاة. على ولنأتي إلى التوزيع الجغرافي لهذا 36 حالة إصابة مؤكدة اللي تسجلت بجهة فاس مكناس. توزيعها الجغرافي جاء كالآتي: مدينة فاس تسجل 12 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وبدون وفيات، تازة 11 حالة إصابة مؤكدة، مكناس 6 حالات، مولاي يعقوب 4 حالات، بولمان 2 حالات، ثم صفروا بحالة إصابة واحدة في 24 ساعة الماضية. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، وبالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذه الأثناء هذه، فجهة فاس مكناس تسجل 36 حالة إصابة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة مع وبدون تسجيل أي حالة وفاة، ولله الحمد. جاء توزيعها الجغرافي كالآتي بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذه الأثناء هذه: فمدينة فاس تسجل 12 حالة إصابة مؤكدة، ثم تازة ب 11 حالة إصابة مؤكدة، مكناس 6 حالات، مولاي يعقوب 4 حالات، بولمان 2 حالات، ثم صفروا حالة واحدة ولم تسجل أي مدينة أي حالة وفاة، فيما تبقى أزرو وإفران والحاجب وعدد من مدن الجهة لم تسجل بها أي حالة إصابة، وهذا ما نتمناه أن يستمر في باقي الأيام. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، على المستوى الوطني عرفت المملكة تسجيل 191 حالة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة، ومع تسجيل حالة وفاة واحدة. إن لله وإن إليه راجعون. بالنسبة للحالات أو حالات الشفاء فقد وصل عددها إلى 327 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة، بإضافة 191 حالة إصابة جديدة، فرحنا وصلنا مشاهدينا فاحنا وصلنا ل 1814 حالة نشطة بكل ربوع المملكة، تم إنجاز كذلك 7809 ديال الحالات. على مستوى المؤشرات فلقد وصل معدل الفتك إلى 1.3%، فيما وصلت نسبة التعافي إلى 98.6%. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، كذلك معدل ملء سرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فراه وصل 0.9%. على المستوى الوطني فالتوزيع الجغرافي يعني أعلى حصيلة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات اللي عرفت تسجيل 47 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة. بالنسبة لحالة الوفاة الوحيدة فلقد سجلت بجهة سوس ماسة وبالضبط بمدينة تيزنيت اللي عرفت تسجيل 3 حالات إصابة. كذلك مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، أدنى حصيلة سجلت بجهة درعا تافيلالت وكانت هي حالة واحدة وسجلت بمدينة زاغورة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، على المستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد فلا زالت مستمرة وتحقق نتائج المرجوة، ودائما هذه الأرقام نقدمها لكم حسب نشرة كوفيد 19 اليومية المقدمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، وصل عدد المستفيدات والمستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 24,881,749 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 23,372,862، الجرعة الثالثة 6,700,009,354 مستفيد ومستفيدة، الجرعة الرابعة وصل عدد المستفيدين منها إلى 30,859 مستفيد ومستفيدة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، ولا زالت مستمرة بمختلف المراكز الصحية وب
وكذلك النقاط التلقيح المخصصة لهذا الغرض. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكما تهيب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكل المواطنات والمواطنين أخذ الحيطة والحذر وتجنب كل أسباب تفشي الوباء. الحمد لله المغرب يعني بكل بخطته وباستراتيجية المتبعة في محاربة كوفيد 19 لا زال يحقق إنجازات تلو الإنجازات، وكذلك تحسب لمدبري هذا الملف وهذا هذه الجائحة أنه الحمد لله المغرب تجنب يعني كل الموجات اللي دازت، الموجات الجماعية للانتشار للوباء. شفنا في بداية الصيف كيفاش الأرقام ارتفعت إلى 3000 4000 2000 حالة في النهار، لكن ولله الحمد في الآونة الأخيرة بدينا كنشوفوا يعني تراجع في عدد حالات الإصابة، وهذا تطور مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي في هذا الفيروس التاجي اللي مازال يعني مازال بيناتنا، ومازال يوميا كنسمعوا حالات إصابة جديدة وكذلك حالات وفاة جديدة، وهذا كيعني أنه لا زالت الحرب قائمة ضد كوفيد 19. إذا نتجندوا كاملين كما بديناها في الأول وما نخسروش الرهان، وكذلك ما نرجعوش للخطوات إلى الوراء من بعد ما الحمد لله حققنا مجموعة من المكتسبات، وعلى العموم الحياة على العموم بدات كترجع لطبيعتها. وهذا العام كما كنشوفوا عدد المغاربة والمغربيات الآن في فترة راحة وفترة اصطياف في مختلف شواطئ ومناطق المملكة بدون إجراءات احترازية مشددة، لهذا فعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر تجنبا لأي إصابة بفيروس كوفيد 19. أتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والابتلاء. مشاهدينا في نهاية نشرة كوفيد 19 اليومية الخاصة بجهة فاس مكناس اللي تسجلت بها 36 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل القناة منير معطاوي، إلى اللقاء.